يا إخواني، اللي صار مهزلة هم الاعتراف الإيرانيين. لو أردنا أن نقتل لقتلنا، يعني هم أرادوا أن لا يقتلوا، هذا صريح. الأمر الآخر، نفس ترامب قال يمكن أن، هو أرسل لهم رسالة أنه يمكن أن تردوا بأسلوب متفهم عليه. طيب ماذا جرى؟ اتفاق. والذي يظن أنه ليس اتفاق هذا جاهل لا يفقه شيئا.